ده برضه انت شكلك دخل على برد. برد ايه يا زياد؟ ما تكبرش الموضوع ده، شويه كحه وهيروح لحالهم. طب ما تروح لدكتور. دكتور؟ انا افترض عندي برد ورحت للدكتور هيقعد يكتب لي شويه ادويه هتزود لي البرد ده لو عندي يعني. ده يا بابا كل ده على ابنك. هنتكلم على الباب. ايه يا بابا ده كله؟ ده كله ايه؟ ده لسه في شنطتين تحت هتنزل تجيبهم. عايزك بقى ايه قبل ما تجيب الشنطتين تروح تقول لي تيتا هات الترماسين عشان نسيت اجيبه. بس الدواء ده كتير قوي يا بابا. كتير ايه؟ انت هتعمل زي الدكتور يقول لي اشرب شوربه واشرب لسان عصفور دافي وشغل ست وستك بتاع زمان ده. امال هم اختاروا الادويه ليه؟ الترماسين وغير. يلا يا زياد روح هات الشنط يلا. عامل ايه يا بابا؟ الحمد لله. خدت العلاج؟ خدت العلاج بس مش هيعمل حاجه. انا عارف الموضوع اكبر من البرد بكتير. بحس ان انا بموت يا زياد. تفقل يا بابا. تفقل؟ انا حاسس الموضوع كبير والدكتور مخبي عليا حاجه وانت وامك مخبين عليا حاجه. انا شكلي هموت. قول لي يا زياد هموت؟ بعد الشر يا بابا دول شويه برد. هو الموت مش شر وكمان ده مش برد. انا حاسس. بص 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 مش قادر اخد نفس اهو عشان اقول لك. بص بص ايه دي بتترقش. بص نهار اسود. انا بقول انا حاسس انتوا مخبين عليا حاجه. بص سخونيه. بص سخونيه يا زياد. بص رجلي رجلي بتترقش. غطيني يا زياد غطيني غطيني. انا بموت انا بموت. مخبين عليا حاجه. للدكتور يا بابا؟ اه رحت. فين العلاج؟ علاج ايه؟ لا كاتب لي شويه ادويه مالهمش اي لازمه. اقول له السخونه بتزيد عندي يقول لي هكتب لك دواء ينزل لك السخونه. طب ما جبتوش ليه؟ اجيب ايه يا ابني؟ السخونه دي معروفه اللي بينزلها كمادات. الكحه. الكحه قال لي هكتب لك دواء يشيل لك الكحه. طب هو فين؟ فين ايه يا ابني؟ الكحه دي اخرها شويه ينسون على اي حاجه دافيه كده وتدفي صدرك وتنام والموضوع خلص. الموضوع سهل يعني. ترشيح يا بابا. ترشيح؟ فين الترشيح ده؟ لا ده عادي ده عادي. دول ده يومين وهيروح لحالهم. معروفه يعني مش محتاجه فكاك. مع انك شخصت نفسك رحت للدكتور ليه؟ يعني تقدر تقول احتياطي. براضي نفسي.